فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج فكرة ودبرة. اليوم مشروعنا شوي مختلف، وشوفوا شنو راح نسوي، وخلكم معنا. اخوان المشاهدين، ناخذ اي طوق مال الالعاب اللي هو طوق العاب للاطفال، نشيل عنا الازاق اللي حوالينا. طبعا طوق هذا مرمي، نستفيد منه نطلع منه قطع الديكور. هنا إعادة صياغة الشيء المهمل إلى أن نطلع منه فكرة تخدم البيت، تخدم الشخص. فكرة أيضا ممكن تكون تجارية. خشب عندنا، نعمل فيه فتحات مسبقا. الفتحات هذه بوسط الخشب، نحط فيها الخشب تثبيت اللي هو يكون تثبيت قطعتين على بعض، القطع الخشبية هذه الصغيرة اللي انتم شايفينها، نفتح لها فتحة على قدها، ويكون معانا صمغ غرا قوي، لكن ما نكثر زيادة بالغرا، نحاول نحط على الوسط، ما نحط زايد ولا شوية ناقص. نفس القطع هذه نركب فيها، أقوم ما نركب فيها الخشب، خشب التثبيت، نقايسها على الطوق اللي موجود عندنا، وين المكان اللي بنحطها فيه بالطوق، عشان نفتح لها فتحات خاصة فيها من نفس مقاس الفتحات الموجودة على الخشب. راح نشوف وياكم بعد شوي.
مخفة، يعني على أساس لا تكون مع قوة ممكن ينقض الطوق كامل ويخترب، فهن لازم تنتبهون شوي وانتو تفتحون الفتحة. عقب ما توصلون الخشب داخل تحطون له صمغ، والصمغ اما متروك لك ممكن يكون الصمغ الحراري او الصمغ الغره، اي نوع صمغ قوي يثبت بسرعه يفضل انكم تستخدمونه عشان ما يتعبكم في عمليه التركيب. هذه القطعة الثانية بعد التثبيت، أكد عليها بالصمت. تحطون عليها أي قطعة مزهرية أو قطعة تشيل الورد تحطونها فوقها كنوع من الديكور. مشاهدينا الكرام، في الختام مشروعنا هذا من ألعاب أطفال مرمية ممكن يطلع فكرة ديكور تضيف حق البيت عنصر جمالي ويكون منه فايدة. ممكن انكم انتو تستعملونها كتعليق، وممكن انكم انتو تضربونها مسمار في الطوفة. نتمنى ان الفكرة هذه عجبتكم، ونتمنى ان ان شاء الله بالحلقات الجاية تشوفون اشياء احلى من هذه. خلكم معانا كل يوم برنامج فكرة ودبرة.